كل القصة سوء تفاهم وأنا ما عاد بدي شيء. الله يسامح. بكل الأحوال رح نوقع على تعهد بعدم التعرض لك مرة ثانية. ما بظن في داعي، أنا ماني حابب أعمل عداوة بيناتنا، بالنهاية هن الناس محترمة. هذا إجراء احترازي روتيني وما بيوضعك بأي موقف غير محبب، يعني فيك تقول هذا عمل الشرطة. طيب طالما هيك القصة فاعمل اللي بتشوفه مناسب. تفضل. احترامي سيدي، الموقوف فادي. فوتوا يا ابني. حاضر سيدي. هذا انت؟ ايه انا. شو؟ جاي تشمن؟ مو من عوايدنا يا سيد فادي. السيد سامي قدم تنازل عن الشكوى اللي رفعها ضدك بالمحكمة. خير ان شاء الله. طيب سيادة العقيد، أنا بدي استأذن هلا وبتمنى إنه السيد فادي يطلع بأسرع وقت. طبعاً طبعاً، بس مجرد إجراءات وبصير برا. شكراً لكم. أهلاً وسهلاً. روني وصلت الرسالة؟ رسالة؟ وين الرسالة؟ في مكاذب؟ روني لا بدك تكذب أكيد. بصراحة المسيو جو أخذها مني. جو؟ بدك كيف تعطيه إياها؟ مش كيف هي أعمل؟ هي الأستاذ بيعرف بقصة الرسالة اللي أخذها. روني أنا ما وثقت فيك تروح توصل الرسالة، كان المفروض تجي تخبرني. مش كيف هي أعمل؟ أنت بتعرف المسيو جو. اطلع لبرا روني. ما بدي أشوفك هون، اطلع لبرا. بكره ببعث لك حسابك مع الشوفير. فاصل ترفيهي. لا ترفيهي ده ايه؟ ده طقس جميل من طقوس حياتي اللي لا يمكن استغنى عنها ابدا. الرومانسيه دي بس. امال انت فاكره ايه؟ انت ما تعرفيش ان انت ملهمتي ولا ايه؟ انت ملهمتي. مجرد بس ابص في عيونك الجميله دي، ده بيديني دافع ان انا اكتب بقى عن الحب والغرام والعشق والجمال والحلاوه. حسين بتكسفي وبعدين كرم اسمعني. بتكسفي؟ لسه بتكسفي بعد كل اللي حصل ما بيننا ده؟ معقوله؟ طب تعرفي ان انت اكتر حاجه انا بحبها فيك هي كسوفك ده. فرح انت وجودك في حياتي علمني حاجات كتير قوي ما كنتش اعرفها قبل كده. حاجات زي ايه يعني؟ زي مثلا ان الكتابه بتشبه كتير قوي للحب. كل ما الواحد بيدي فيه من قلبه وبصدق كل ما بيرتاح بقيه حياته كلها. للدرجات بتحبني يا حسام؟ او بموت فيكي فرح. على فكره انا عمري ما حبيت قبلك، صدقيني. يمكن تجربتي الأولانية كانت تجربة صعبة، تجربة كدابة وهمية، تقريبا ما كانش فيها حب خالص. فرح أنا أول مرة أحس فيها بطعم الحب كان معاكي أنت. وأنا أول مرة في حياتي أحب، حبيتك أنت. بقولك يا حسام، أنا متشوقة قوي إن أنا أبتدي أكتب في المشروع بتاعي، عايزة أشتغل. أشتغل؟ اسمها كتابة مش أشتغل. أنا مش عاوز الكتابة تتحول عندك لمجرد مهنة بتمتهنيها، لأ. الكتابة دي مشاعر وأحاسيس وجهات نظر وآراء وحاجات كتير قوي بتخرج من جواكي في صورة كلام على ورق. أنا عاوزك تكتبي عشان أنت حابة إنك تكتبي، عشان احساسك بيقولك اكتبي. عاوزك تكتبي عشان انت كاتبه شاطره وموهوبه، مش مجرد شغل ومهنه.
بجد يا حسام انت بتشوفني ان انا كاتبه شاطره وموهوبه؟ اشطر واحده في الدنيا. انا بحبك قوي، بحبك 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 بحبك.